طبعا في البدايه بشكر الفنان التشكيلي مصطفى ديرونيم على تنظيمه لهذا الملتقى، وكان لقائي معاه في البدايه خالص حقيقي ما كنتش متخيل ان انا هشوف هذا المعرض المميز جدا، وحجم الفنانين وتعدد الدول اللي كانت موجوده معانا، وحقيقي فعلا اشتراك كمان فنانين من اسوان ده بيساعدني على المستوى الشخصي، ولكن وجود عدد من الفنانين من دول مختلفه خاصه الدول العربيه شيء بيسعد اي محافظ في اي مكان او اي تنفيذي المسؤول رقم واحد عن المحافظه ان يتم ده داخل محافظته. حقيقي كل اللي شفته النهارده شيء مبهر يسعد اي حد مهتم بالفنون عموما. حالة من البهجة أطلقها ملتقى كيمة الثاني في دورته الثانية في أسوان بمجموعة كبيرة جدا من اللوحات رصدت كل ملامح الجمال في مدينة أسوان. يسعدنا اللقاء بالفنان التشكيلي مصطفى غنيم الموثق العام للملتقى، برحب بحضرتك. أهلا وسهلا يا فندم. يعني حقيقي ملتقى كيمة أطلق بهجة كبيرة جدا في المحافظة بعد مجموعة اللوحات الجميلة دي اللي رصدت كل ملامح الجمال في المدينة. حضرتك تقول إيه عن فعاليات الملتقى هذا العام ومدى نجاحه ووصوله لكل أهدافه؟ هو دايما اقول لهم اي ملتقى بينجح نمره واحد التنظيم، نمره اتنين الفنانين اللي موجودين، والفنانين اكتر من التنظيم. فاحنا بننتقي مجموعه من الفنانين معانا بصراحه رائعين جدا، بيشتغلوا بكل حب، حبوا اسوان قوي وحبوا المكان، وعملنا لهم جولات باللانش في بالمركب يعني في نهر النيل عشان يشوفوا المناظر، وديناهم غرب سهيل، ابتدأوا يسجلوا أماكن. أنت عارف الفنان طبعا بيستوحي من البيئة اللي هو فيها، وطلعوا لوحات بصراحة جميلة وفي فترة قليلة جدا. البرنامج السياحي كان غني جدا، وحاولتوا ان انتوا تزوروا كل الاماكن السياحيه اللي موجوده في اسوان، وده بان جدا في مجموعه اللوحات ان كل لوحه فعلا بتتكلم بلغه مختلفه. هو حقيقي بالنسبه للبرنامج السياحي وبالنسبه للتنظيم، طبعا انا لازم اشكر معالي الوزير سياده اللواء اشرف عطيه، حقيقي يعني المحافظه قامت بمجهود معانا جميل، كان معانا مندوب من العلاقات العامه الاستاذ محمد صلاح، ما قصرش معانا خالص، زرنا اماكن جميله جدا، وكان بصراحه الفنانين في قمه الانبساط، وعملنا يعني في سعوديين اول مره، عرب اول مره يجوا مصر فجوهم على اسوان، فالانطباع اللي خدوه هنا بيديهم انطباع كويس قوي عن مصر ان شاء الله. الحقيقه التمازج ما بين الفنانين العرب والفنانين المصريين كان جميل جدا، وكان في روح حلوه كده في المكان، وخصوصا ان انتوا اخترتوا مكان الاقامه يكون مكان طبيعي داخل نيل اسوان. احنا ما حبيناش ننزل في فندق، احنا بنعمل ملتقى في الغردقه وفي شرم ننزل في فنادق خمس نجوم وكده، لكن هنا طبيعي كان لازم نعيش يعني في البيئه بتاعت اسوان، كنا في منطقه منتجع جميل جدا عن النيل. طبعا ادى انطباع حلو قوي للفنانين، وكانت حاجه جميله قوي بصراحه.